ايه يلا يا باشا. انت ما وقفتناش هناك ليه؟ مش ده المركب اللي موجود في الكتالوج؟ بصراحة طبعا ده اللي انت شفته، بس ده نفسي اوريه لك، بس ده حراق قوي يا ميزو. حراق يعني؟ مش فاهم. لا لا حراق شوية. ده اصلا بسبعين مليون، بس في الظروف المالية اللي احنا فيها صاحبه خلع وسايب جوز بنته علشان يخلص فيه على 30 مليون. 30 مليون؟ اه 30 مليون. بقول لك اصلا ب 70 مليون، انت عارف ده صاحبه مين يعني؟ عبد الفتاح النادر. بتاع المقاولات؟ ايوه يا سيدي، واحد من الناس اللي عملتهم وخلعت اول ما الهوجه دي ابتدت. جوز بنته بدر جولة حبيبي زي ميزو كده. ده بقى اولا فلوسك متصابه، ثانيا حصل احنا خايفين منه نبات ونصحى نلاقي نفسنا في البرازيل. برازيل؟ برازيل بعيده برضه. حلو. لا بس ده حراق قوي. نشوف التاني يا عم. خلينا في البرازيل. تعالى تعالى وريني. ناخد فكره. اه هنطلع ازاي ده؟ شعبطه بقى وبتاع. الله 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 الله. اوبا. لا لا ما انا ايه الحلاوه دي؟ ده ملك. تعالى لو ده يشيل كده. تعالى مخاطر. تمام ايوه. واحدة واحدة بس عليها بالراحة. هنا مثلا كل حاجة. بص ده اوبا اوبا ده شغل عالي قوي. سيبك من الوسع، انت بقى جوه قاعد بتشرب سيجارة، المدام قفشتك طبعا فينج شوي والجو ده، وقالت لك اطلع بره، قعدت هنا مخنوق تعمل ايه؟ ولا يكون عندك اي فكرة. عيش معايا اللحظة. نزلت لك السكرين كليباتك موززك اللي بتتنطط. ايه الحلاوة دي؟ لا 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 ولسه لسه. المدام دخلت تنام بدري كالعادة، سابتك لوحدك، قمت انت داخل على هنا. انت مش هتزهق لانك انت اول حاجة هتولع النور، هتركز هنا وانت بتتفرج على الفجر الذي يبزغ على جزيرة في المحيط، ترابيزة اجتماعاتك، الاورج للموزيل الصغيرة، عايز تكمل الكليبات بتاعتك ولا يهمك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده شغل على كبير يا معلم. جامد. ها؟ لا بصراحة مية مية تحفة. مش عارف اقول لك ايه والله يا ميزو. انا تعبت لك. انا بقول خلينا في اليخت على قدنا. يا عم يخت على قدنا ايه بس؟ وبتاع ايه وتعبت ايه؟ ما الخير كتير. خير ربنا كتير الحمد لله. الحمد لله. هنودي الفلوس فين يا ريس؟ الحمد لله على البركة. احلم معايا. احلم يابا. الله 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 الله. إيه مش هكلمك بقى على حمامات الشمس، مش هكلمك حلم فعلا عن ملعب كورة هنا. اتفضل يا سيدي. ادي ادي ادي. ايه يا حبيبي قلبي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كنترول بانل. اوه هوب. جامد. ها؟ جامد الا جامد دي. بس انا يا عم ما اعرفش اسوق الكلام ده. هو انت قبل كده سقت في البحر يا ميزو؟ ولا عمري هتفتح حتى. طب ايه اللي هيخليك تسوق ده يا عم؟ دي ليها صفه دي. ما تقلقش ما تقلقش. والله طبعا. اتفضل اتفضل. بص طالما انت جاهز قرشك في جيبك كله محلول. كله تمام كده. نرجع لموضوعنا. الصبح بقى قامت المدام بدري كالعاده وانت مطبق، قعدت عايزه تلغي طبعا معاك زي كل المدامات. مكتوب قوي عظيم. ما انتش لاقي لنفسك سبيس. لا ذير از ا سبيس. مكان مع نفسك لوحدك في الخباثه، عايز تعمل تليفون من تليفوناتك الغريبة المريبة. هنا تعال معايا. أمان هنا. جدا. يومين ثلاثة وانتوا في عرض البحر أو في المحيط، المدام بقى رضيت عنك، ودي طبعا حاجة قليل إنها تحصل، جيت بيها هنا على المقدمة وعملت معاها أحلى تايتانيك. دي عيشة يا جدع، عيشة. بس تصدق بقى يا فاضل اخويا، انت عندك حق. ال 30 مليون قليل عليه.
انا يعجبني فيك يا ميزو انك من البيزنس مان القليلين اللي بتشوف الفرصه وهي طايره. برافو عليك. امال ايه يا جدع يا ابني؟ ده احنا ما كناش عايشين. خلينا بس في المهم، ها، الموضوع الاولاني بتاعنا. ها يعني ايه غسيل اموال؟ ايوه، يعني الفلوس بتاعتك فجاه تطير تختفي. افرض انك انت دلوقتي عندك 1,000,000 جنيه حساب في بنك، وجيت حولتهم على حساب تاني، كل حاجة هتبقى متشافة ومقرية، وقت ما يحبوا يجيبوك يجيبوك، صح؟ صح، تمام. لكن أنا بقى لو خدت منك 1,000,000 جنيه وأنا شخصيا اختفيت، هيجيبونا منين؟ صح، عظيم. طيب افرض إن أنا عندي اسمين، سمير وميكي. سمير وميكي يا سيدي مثلا. سمير باع لك حاجة وهمية، تمام، وخد منك الفلوس، وبعد شوية ظهر لك ميكي واشترى منك حاجة وهمية برضو، وراح حاطط الفلوس دي في حسابك في بنك تاني في قصة تانية، وخصم لنفسه عمولة قصاد الشغلانة دي، هيجيبه مين فين؟ ما هيرجعوا لحساب ميكي يا ناصح. يا سيدي هيرجعوا له فين؟ ما هو انت ساعتها هتدي لهم الحاجه الوهميه وتقول لهم هو ده اللي انا اشتريته، وادي المساله مقضيه. حلو، خلاص يلا بينا نعمل الموضوع ده دلوقتي. احنا بقى محتاجين ايه؟ محتاجين بلد شرحه وبرحه كده، لسه بتتعامل بالكاش، وفي نفس الوقت البنوك اللي فيها ما بتسالش قوي يعني عن مصدر الفلوس اللي انت جبتها، او ما بتسالش خالص، كله بيتظبط يعني زي ما كانت مصر كده من كام سنه قبل ما يطلعوا لنا بقانون بتاع غسيل الاموال. واحنا هنلاقي فين بلد نقدر نعمل فيها الكلام ده؟ البلد موجوده، والبنوك دي موجوده، والحسابات هتبقى موجوده in no time. طب ما يلا يا عم، مستني ايه؟ كل ده هنعمله واحنا نايمين بنتشمس على اليخت بتاعنا ابو 30 مليون، واللي هو اصلا سعره 70 مليون. ما فيش حاجه احنا محتاجينها غير اللابتوب، وخلي يا عم اليو اس بي على اخوك. يا سيدي قوم بينا نخلص الموضوع ده دلوقتي. بس ناقص اهم حاجه. هتقولي سمير وميكي؟ لا يا خفيف، ناقص الوهم اللي هنبيعه ونشتريه.